إلى شأن منفصل، حيث اختتم المهرجان السنوي للفيلم القصير أو اختتم عروضه بعد ليالي العرض والنقاش حول الأفلام المترشحة للجوائز، وقد شهد حفل الاختتام توزيع عدة جوائز ومجسمات تذكارية على المشاركين. عشرات الأفلام الموريتانية والأجنبية تتنافس في ختام المهرجان السنوي للفيلم القصير في نواكشوط بعد أيام من الإنتاج والنقاشات والعروض. أشكر كذلك جمهور مهرجان نواكشوط، لأن هذا الشباب الجميل الذي يتوق إلى الصورة ويتوق إلى الحديث بلغتها ويتوق إلى الجمال وإلى الفن. هذا الشباب هو رصيدنا للمستقبل، وهو ذخيرتنا، وهو اللي نعتمد عليه. وعندما نشوف هذا الشباب يقعد حتى آخر الوقت اللي يتابع آخر الأفلام، هذا يكفينا من التعب ويكفينا من الجهد. جوائز وتكريمات ومجسمات تذكارية تم توزيعها على الفائزين والمكرمين في آخر ليالي المهرجان السنوية. هذا التكريم يأتي في إطار السينا كابريه اللي كنا نعطلوه يامس. دونك سينا كابريه عبارة عن ورشة تكوينية تساعد الشاب المخرج على أنه يكون وليد اللحظة، يكتب الفيلم في اللحظة، وانتجنا فيلم تحت عنوان ما فيزيون وما لغزما ما جبرنا ان سيبور لا ديفيزيون نعدلو نعطولكم فيلم. يقير الفيلم كان زوين بصراحة، كان فكرة جديدة عن طريق نظارات تشوف مستقبلك وتشوف العالم. دونك هذه كانت الفكرة متاعي وإخراجي. مواضيع عديدة تمت معالجتها في الأفلام المنتجة هذا العام، والتي يرى منتجوها بأنها ما تزال بحاجة إلى النظر والمناقشة في إطار الأدوار المنوطة بالسينما كأحد أهم الفنون عالميا. متابعة لهذا الموضوع، ينضم إلينا في الاستديو المسؤول الإعلامي في اللجنة المنظمة للمهرجان مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير، مختار محمد يحيى. أهلا بك ضيفي الكريم. إذا ما هو تقييمكم للمهرجان لهذا العام وما الجديد فيه؟ تقييمنا، أولا نشكر قناة الساحل على هذه الاستضافة الكريمة. تقييمنا للمهرجان بأنه مهرجان ناجح بكل المقاييس، وذلك لاستمراره ورفضه الفشل أو التوقف، لأنه مهرجان يعاني من العديد من المشاكل في الدعم وفي اللوجستيك والكثير من الاحتياجات. هذا المهرجان لهذا العام هو تأكيد على أن الشباب الموريتاني أخذ بناصية هذا الفن، الفن السابع، وبالتالي أصبح ينتج أفلام قادرة على المنافسة خارج البلد. نعم، لكن ألا يشكل يعني ألا تشكل الموارد المالية أكبر عقبة للمهرجان، خصوصا وأن وزارة الثقافة لم تدفع أي دعم للمهرجان هذا العام، وظهر كثيرا هذه الثغرة حيث غابت الكثير من الشخصيات التي كان يجب أن تكون حاضرة؟ بالنسبة للمهرجان في الحقيقة غاب عنه بالأساس دعم منظمات دولية وجهات خارجية كانت في الأساس التي تدعم هذا المهرجان، منها ولاية أو إيل دي فرانس التي كانت تمول المهرجان بشكل كبير، وأيضا تدعم الجوائز التي توزع في مسابقات المهرجان. وزارة الثقافة كانت دائما حاضرة إلى جانب المهرجان مع اختلاف حضورها. إذا قدمت لكم دعم في هذا المهرجان؟ أنا لست مسؤولا عن الجانب المالي، ولكن توصلنا بأخبار أنها لم تدفع لكم أي دعم حتى الآن، لكن هل افتتح رسميا من طرفها؟ هل ترعى مثلا بشكل أو بآخر هذا المهرجان؟ هذا العام كان الرعاية الرسمية هو من قبل المجلس الجهوي لنواكشوط. أليس تلك رعاية شرفية، مجرد رعاية شرفية؟ رعاية شرفية في النهاية هي رعاية. المهرجان يحتاج التأكيد على أن هنالك أشخاص منتخبين أو شخصيات كبيرة في الحكومة تدعمه وترعاه وتؤكد على اهتمام الحكومة بهذا المجال. إذا ما الذي خرجتم به من هذه النسخة؟ المهرجان الحمد لله لهذه السنة ناجح ولقي إقبالا كبيرا من الجمهور رغم كافة المشاكل التي كانت بالإمكان أن تعيق المهرجان، ولكن المهرجان مثل ماذا؟ هي قلة الدعم الذي تمثل في عدم قدرة المهرجان استضافة مخرجين شاركت أفلامهم في مسابقات المهرجان، هنالك تكاليف أخرى لوجستية وتنظيمية كانت كل عام في النسخ الماضية يقوم المهرجان بتوفيرها من قبل الداعمين والشركاء.
إذا ما الذي حققتموه من نجاح غير المواصلة في تنظيم نسخة كل عام منذ 13 سنة؟ هو وجود جيل سينمائي جديد ينتج بأدواته الخاصة بوسائله الخاصة أفلاما قادرة على المنافسة خارج البلاد. إذا هل أنتم راضون عن الخريجين الذين مروا من هذه الدار وهذا المهرجان حتى الآن والعاملون في هذا الحقل؟ المهرجان هو يفخر بهذه النتيجة ويطمح أيضا إلى زيادة، لأن خلال المهرجان كما لاحظتم هنالك ورشتين تكوينيتين استفاد منها عدد من الشباب الموريتاني لتطوير مهاراته، ومثلت أيضا استمرار للورشات الماضية. المهرجان يريد فعلا أن يؤسس لثقافة الصورة وثقافة السينما والفن السابع في البلاد. ما هي أقوى مادة كانت مادة قدمت في نسخة لهذا العام؟ في الحقيقة لهذا العام تفاجأ المهرجان بقوة الأعمال التي شاركت في المسابقتين الوطنية والدولية. هنالك أفلام ذات طابع حقوق الإنسان، هي كانت ذات رسالة قوية وأيضا تعبر عن مدى الحرية التي يتمتع بها المهرجان من لدن السلطات، الذي كان منبرا لهؤلاء الشباب ليعبروا من خلال الصورة عن أفكارهم وطموحاتهم عن القضايا التي تشغلهم. نعم، السينما كما تعرف في تاريخها الموريتاني شهدت يعني إقبالا جماهيريا في سنوات نشأة الدولة، بل رعاية رسمية أو شبه رعاية رسمية، لكن الدور رغم الدور التي دور السينما التي كانت منتشرة في العاصمة انحرفت هذه السينما قليلا في سنواتها تلك وهجرها الجمهور الموريتاني. إذن كيف استطعتم رفع هذا التحدي وإعادة الثقة بينكم وبين المشاهد؟ رغم لأن المهرجان له شاشة إسمنتية ولكنها في الحقيقة تضاهي أو تنافس شاشات المهرجانات الأخرى في عدد من البلدان الأخرى، لأنه مهرجان دولي ويشارك فيه الكثير من الأفلام الدولية ومخرجين كبار وأيضا مخرجين وطنيين صاعدين وآخرين محترفين. بالتالي المهرجان ينافس ويحاول سد الثغرة الموجودة في قلة دور أو عدم وجود دور العرض بصراحة، لأن من فترة التسعينات لاحظنا غياب تام لدور سينما التي كانت موجودة على الأقل. عاصمة نواكشوط كانت تحتوي على 14 دار سينما، اليوم لا توجد أي دار سوى دور تجارية وهي قليلة وأيضا تفتقد إلى النشاط. أنت تعرف أن الفرجة السينمائية تراجعت ليس على مستوى الوطني بل على المستوى الدولي بسبب يعني مخرجات السوشيال ميديا التي أصبحت تغري أكثر من السينما. ما هو مصير السينما في ظل هذا التحدي؟ الموريتانيون ليسوا بدعا بين هذه الشعوب التي بدأت ترتاد هذا الفضاء الجديد، هذا الفضاء الأزرق، وهنالك الكثير من المخرجين الشباب الذين بدأوا يقومون بإنتاج ويقومون بمشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هنالك قنوات على يوتيوب، هنالك أيضا صفحات على فيسبوك تنشر مادة سمعية بصرية مهمة وتحمل رسائل، هنالك أيضا أفلام يتم بثها مباشرة على اليوتيوب، مثلا فيلم أحياء أموات وتم بثه مباشرة على اليوتيوب بدون البحث عن تلفزيون لبثه. وبالتالي هنالك مخرجين ومنتجين موريتانيين قادرين على إنتاج. أخيرا هل ما زلتم تعانون من النظرة المجتمعية للسينمائي بأنه خارج على دائرة المحافظة بين قوسين؟ في الحقيقة هذه النظرة النمطية للفن السابع هي ما زلنا نعاني منها ويعاني منها مرتادو هذا الفن، ولكن يمكننا التغلب عليها بمواصلة مثل هذه الجهود الرامية إلى تقريب الفن السابع من المواطن لكي يكتشف أنه وسيلة فنية راقية للتعبير عن الرسائل الإيجابية وليست بالضرورة سلاح. نعم، مسؤول الإعلام للجنة التنظيمية لمهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير مختار محمد يحيى، شكرا جزيلا لك.